رح نحكي عن طب التجميل يلي هو دايما بتطور واستمرار على طول، واليوم في عنا تقنيات عديدة موجودة لعلاج البشرة وجمال البشرة. كلنا بنعرف قد هي حساسة وبحاجة لعناية واهتمام كتير كبير، إن كان من الشباب أو الصبايا. اليوم عنا تقنيات عديدة رشا، إن كانت بالإبر أو تقنية الديرما بين، نسمع عنهم كتير ولكن في كتير تفاصيل. جربتيها؟ لا أنت مجربتي ولا ما. خلينا نجرب أكيد. اليوم بيقولوا إنه هاي التقنية جدا مفيدة للوجه، وهي يعني عن طريق وخذ إبر جدا دقيقة. طيب هذا الجهاز شو هو؟ كيف بيتم آلية عمله؟ شو هي نتائجه على البشرة؟ وإيمت ممكن تظهر؟ هل اليوم في أشخاص هنن ممنوعين من استخدام هذا الجهاز؟ هل في سلبيات؟ هل ممكن بعد؟ هل هو دائم؟ هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي خبيرة العناية بالبشرة والجلد ميرفت موسى. سعد صباحك يا ميرفت. صباحكم يا سوال أسرع الحلو. الله يسلمك. طاقة حلوة حبيبتي. سلامتك. الله يسلمك يا رب. مقربة شوي. سلام. تغيير فصول. هاي اختصاصك جلدياً. أهلا وسهلا فيك يا ميرفت. عم نركز اليوم على تقنية الديرما بين. يمكن في كتير صبايا بتلجأ لهي التقنية ولكن ما بتعرف انه هي ممكن تناسب بشرتها او تناسب الحالة اللي هي عم تمر فيها. خلينا نخبر المشاهدين بداية شو هي تقنية الديرما بين، بين الايجابيات والسلبيات. تمام. هلا رح نحكي شو هو الديرما بين. كتار منا اليوم ما بيعرف شو هو الديرما بين. انا بالنسبة لي كشخص كخبيرة بشرة، انا بعتبر الديرما بين افضل شيء اليوم نزل بعالم التجميل. حلو. بحبه كتير. هو آلة سحرية للزمن، عن جد آلة سحرية بعتبره للبشرة. هو كتير بيجدد خلايا البشرة، بيجدد الكولاجين، بيجدد الإلاستين بالبشرة، بيعمل على كتير يعني كل مشاكل البشرة بتنحل بهالآلة. طبعا هالآلة الديرما بين هي عبارة عن قلم بينحط فيها رؤوس نيدل، سنون ناعمة. وخز؟ لا وخز بس هو يعمل تخريش بسيط. لا محتمل جدا يعني، بس كمفعول بعدين عن جد بتحسي انه شو ما توجعتي عادي، المهم تحملنا الوجع على الشيء الحلو اللي بده يطلع فيها بعده. ما هو اللي بده يتجمل بده يتحمل. خلينا نركز على آلية هذا العمل. قلتي هو عبارة عن ألم، بيتم وضع مادة داخل هذا الألم وبيتم ضخها داخل الجلد. هو عبارة عن ألم بنحط معه رؤوس نيدل، رؤوس ناعمة، سنون ناعمة. شو بيكون المادة اللي بقلبها؟ مادة الميزوثيرابي حصرا، سيرومات طبية حصرا، يعني ما بينحط أي شيء من الصيدلية تجيبيها تحطيها معه. ما بيصير اليوم أي حدا جاب هالألم هالديرما بين والمادة وحط على بشرته، لا. هي رؤوس معينة بدك تحطيها على المواد. طبعا الكل صبية إلى رأس بينشال وبينحط بداله بيتبدل. نعم. بعمق معين على كل الوجه؟ على كل البشرة طبعا، ما بنترك ولا سنتي بالبشرة. تحت العيون فوق العيون؟ اي بس كل شيء له عمق معين، له سنتي معين، له مسافة يعني كمية المرور اللي نمر عليه بالجلد. يعني لازم يكون تحت العين طبطبة هون بشكل دائري، على الأنف بده يكون بطولي، يعني كل شيء معين. يعني بده دقة اليوم طبعا، ما بيصير أي حدا أي حدا يشتغل فيها اليوم. يعني عم نحكي عن هي التقنية، خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع. نحن كم جلسة بدنا لحتى ناخذ نتيجة؟ والجلسة الوحدة قد بتاخذ وقت معك اليوم لحتى تكون تمام؟ هلا الجلسه الوحده بتاخذ خلال احنا عم نشتغلها تقريبا 3 ساعه لنص ساعه. طبعا انا ايه بتاخذ وقت، لانه انا ما بعمل، انا عن نفسي ما بعمل جلسه الديرما بين بدون تنظيف عميق. يعني بدي اول شيء الصبيه بده يكون حاطه فونديشن او جاي عرقانه بالشارع او شوب او اي الامور، بدك تنظفي لها بشره عميق جدا، تجهزي البشره بعدين تدخلي مواد الميزوثيرابي مع الديرما بين. ما في اختبار حساسيه او شيء بركي البشره اليوم تتحسس او ما بتناسب هي؟ هلا لا لا، هو ما بيناسب كل انواع البشره. يعني 1% لا يمكن يصيبه حساسيه، واذا صابه حساسيه بنتدارك الوضع فورا. طيب قلنا اليوم نحن تجديد البشره، زياده افراز الكولاجين على الإلاستين الوجه، شو كمان اليوم ممكن هذا الجهاز يفيدني انا اليوم حدا في، وخاصه اليوم الصبايا عم يهتموا بهي القصص كثير؟ كل شيء مشاكل بخصوص الجلد والجسم والشعر بيفيدوا الديرما بين. بدل يعني تصبغات ندب، حب شباب، تشققات للجسم،
للشعر، تقوية الشعر مع الميزو. وخز بالشعر كمان؟ لا هو مو وخز، هو رح يكون تمرير يعني خدوش ناعمة وبدنا ندخل فيه مواد الميزو سيرابي. بيزيد كثافة الشعر طبعا أصدق. بيزيد كثافة الشعر وبيعطي امتلاء لمعان، بيعطي كثافة، حرك الدورة الدموية طبعا داخل فروة الرأس، بيساعد على تحفيز الكولاجين اللي هو الكولاجين اللي بيعطي رطوبة للجلد، حلو، مرونة. الإلاستين اللي بيعطي كمان شد للبشرة كتير حلو، بيساعد على إزالة التصبغات، الحروق الشمس. يعني هلأ اليوم إحنا طالعين من فصل صيف للشتاء، فضروري هلأ هلأ بلشنا إحنا بالشهر العاشر الديرما بين، بلشنا هلأ بالمركز بشغل الديرما بين وكتير منيح. بلش شغلكم هلأ بلش كل عالم محروق اليوم اليوم كله محروق من المسابح والصيف. صح. يعني كتير حلو إنه اليوم مو بس للبشرة، لا هي ممكن كمان تساهم بحماية الشعر اليوم من خلال هي التقنية، الشعر للجسم للمناطق الحساسة لكل شيء بيفيد الدرم. تمام، خلينا يمكن نسمع كتير بيقولوا إنه ممكن تسبب هي التقنية حبوب أو بثور بالوجه، أو ممكن يكون في إلى أضرار، لأنه بالنهاية أكيد أي اليوم شيء طبي ممكن يكون فيه سلبي أو إيجابي. طبعا. شو هي الأضرار يلي ممكن تسببها هي التقنية؟ هلا أول شيء إحنا الدرم بين ما بيصير أي حدا نروح لعنده تشتغلوا فيه، يعني يفضل ايد طبيب مختص اختصاص. او اي طبعا او ايد خبير بالديرما بين، لانه الديرما بين اليوم مو لاي بشره، في بشرات للحبوب الملتهبه ما بيفيد ابدا، لحب الشباب ممنوع الاقتراب لانه اذا قربنا خربنا البشره كثير وعملنا خدوش يعني كارثيه بالبشره. فيفضل انه احنا اليوم كل حدا بده يشتغل يكون رايح لعند حدا بيعرف يشتغل، مو اي حدا، يكون خبير بالقصة يعني. اي خبير، لانه مو عدد مرات التمرير الديرما بين، خاصة اليوم عم نحكي عن الجلد يعني عن المظهر الخارجي. أي. يعني وعدد تمرير الديرما بين، انا عم شوف ناس عم يمرقوا الديرما بين صبايا كثير، هو غلط. التمرير الديرما بين يفضل يعني بدي احكي على تحت العين، ماني بدي احكي على كل شيء من اسرار شغلي، تحت العين طبطبه اربع مرات فقط، يعني اربع مرات تطبطب فقط. في ناس عم يروحوا وراج بالجلسه الوحده، في ناس بشو يعني انا شفت فيديوهات رايحين راجعين، يعني ما بيصير هذا غلط، هذا بيعمل تجاعيد، بيخرب اكثر ما هو يعني بخفف تجاعيد من هو بخفف بس اذا كان شغل صح. طيب اليوم في اوقات نحن اليوم نبتعد فيها عن اي مواد ممكن نحطها على وجهنا، وهو فتره الصيف بيقولوا لك بعدي عن اي مواد ممكن تعمل لك حرق بالبشره، ممكن تعمل تقشير، ابدا ما تدخلي بهذا المود. نروح للخريف، بنبلش من هون او بنبلش باول هيك شتاء الافضل آلية الديرما بين؟ هلا انا بفضلها هلا، يعني الشهر العاشر بلشنا فيها، بلشنا المواعيد وبلش الشغل، كما قلتي شغلنا بلش هلا الله يرزقك حبيبتي. فهلا هو بلش يعني هلا لازم، لانه كمان الجو بروده، يعني بتقعدي 3 ايام بالبيت يفضل بعد الديرما بين 3 ايام، اذا اضطريتي للضروره تطلعي بواقي شمسي حسرا، ما بيصير تطلعي. وطبعا احنا بدنا نوصف بعدها مضاد جرثومي، بدنا نوصف هاي توصيات طبعا مرممات، لانه اذا ما عملتي هاي القصص انت اشتغلتي عندي بس بعدين خربتي بالبيت. تمام، في تقنيات ثانيه تجميليه ممكن تساهم اليوم بجمال البشره بعيدا عن التجاعيد او التصبغات اللي ممكن تصير بما انه داخلين هلا على فصل الخريف، خبرينا اكثر شو في هيك تقنيات ممكن نتبعها كمان. هلا في تقنيات، في جهاز الفراكشنال هلا فتنا بالشتويه كثير كثير ممتاز، كثير ممتاز. مؤلم هذا الجهاز؟ مؤلم لا، هلا لك لازم يكون بايد طبيب، هي يعني للاسف نحن اليوم عندي هاي المشكله يعني. ايوه طبيب مختص بهذا الجهاز، لانه يعني عم يروح اليوم لعند اي حدا، اي حدا اخصائي عم يشتغل فيه للامانه، يعني الاخصائي عم يجيب حدا يدربه يومين ثلاثه وعم هو غلط، لازم يكون طبيب خاص لهيك يعني. جهاز يعني انا ما بشتغله، او اي خريج انا ما بشتغله اي لا، انا هذا الجهاز بيعمل حروق كثير يعني. عندي بالمركز في مين يشتغل، اما انا اشتغله بنفسي لا، لانه بده دورات، بده تعليم تماما، لانه كثير بيجوا لعندي عامل لهم حروق، يعني رايحين على مراكز عملت لهم حروق تشوهات باثره. طيب اليوم مرفت في بشره عنيده يعني هي اليوم هي ما بتستجيب لجلسه او تنتين او ثلاثه، اليوم كيف بيتم التعامل معها؟ يعني خاصه بحروق البحر والشمس، يعني هذول بجوز بطبقات يعني داخليه ما داخلي ظاهريه. صح، طبقات القدم العميقه. هي البشرات بدها جلسات، يعني ما بنكتفي احنا بجلسه واحده، يعني بدنا نعتبر هيك بدك تبلشي، لا انت اقل شيء 6 جلسات، 6 جلسات يعني كفيله انه لاصلاح هيك بشره. في طبقات، في تصبغ قديم عميق، يعني هذا اساسا بيكون من
من الوراثة أو من الهرمونات. هاد كمان بده كتير جلسات، بده ممكن 12 جلسة وكل بفارق كل 15 يوم جلسة. تمام. اليوم نسمع كتير يمكن ونشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولك في إبر تنعطى للسيدات كبار بالعمر بترجعهم بالعمر 20 سنة لورا. هل هيدا الشيء اليوم عن جد موجود عنا؟ عم نشوفه كتير على الانستا وانا عم بعرف لفتت نظري. ما بدنا نذكر لا اسم الطبيب ولا اسم الإبرة، فهو طبقها شفتيها تماما. صرت شايفة أكثر من فيديو بصراحة. هل هيدا الشيء موجود عنا اليوم؟ هلا احنا اليوم عن جد عالم التجميل بيعتمد على التسويق. تسويق كتير والله للأمانة. أنا ما شفت بعيني هذا الشيء، بس ما بعرف مراكز تانية صار هذا الشيء عند الله أعلم. كأنا كمركزي ما صار، ما رجعت بالعمر. يعني بترجع، يعني مو بترجع، بشرتها بتصير أحلى كثير تماما، نضارة أكثر. أي أما ترجع 10 سنين شو هي مسحة رسول؟ يعني ما صار. لا لا، أنا لفتت نظري يعني على موقع التواصل الاجتماعي وكان في تعليقات كثير أنه في أوفرة بالقصة. صحيح. يعني أو بدنا رقم الدكتور أو شيء. هلا أنا ما باخذ رقمه لأنه مبين القصة كثير فيها أوفر، يعني ما نصح يعني. يعني ممكن يشد شوي، ممكن يشد يعطي نظارة، تعطي نظارة شوي بس إنه ترجع بيبي. بس ترجع هاي لا لا، يعني هاي بدها خيوط وبدها شغلات أكبر مع إنه عمليات تجميل، بدك تفوتي بالعمليات التجميلية أكثر. طيب مرفت، خلينا هيك نرجع نركز على هدول الأبار والتقنية الجميلة. اليوم شو اللي ممكن يساعد الصبي اللي راح تعملي هذا الإجراء؟ يعني هل اليوم تنصحيها غير أنه ترتاح 3 أيام تحط الواقيات؟ اليوم في شيء معين مفروض تضل تشتغل عليه كرمال تحافظ على النتيجة اللي أخذتها؟ إيه طبعاً. هلأ إحنا 3 أيام نوصف مضاد حيوي مع مرممات للبشرة بسبب الخدوش اللي عملناها بالبشرة. بعد 3 أيام مواد تفتيح. طبعاً بدنا نبعد بعد نهائي على التقشير بعد جلسة الدرم، بين أي تقشير أو أي ليزر أو أي عمل بيعمل تقشيرات للبشرة أو سيروم السي. سيروم السي كتير بيضر بعد الدرمابين، قبله أي أما بعده لا ما بيصير. شو أنت اللي بتوصي فيه؟ تقشير. تقشير ممنوع. ممنوع بعد الدرمابين، ممنوع لأنه بيحرق البشرة أكثر، لأنه أنت قشرتي البشرة. مرطبات ومرممات. والابتعاد عن الشمس، عن الضوء، عن أي مصدر بخاري حراري، جوع المسابح ممنوع، هذا كله بيأذي جلسة الدرمابين. اليوم يمكن أي بشرة هي ما بتستفيد بس من إجراء تجميلي في حال ما كان في تكامل مع التغذية، أو إن كان تكامل مع الحالة النفسية أو شرب المية. هالتفاصيل كلها ده اليوم هي بتساهم بجمال البشرة، ده لازم نركز عليه. عم تشرب مية، هاي الحلقة حكيت عليها قبل المرة أنه المية أحسن شيء. يعني المية والغذاء مثل ما قلتي، هي البشرة إذا كانت البشرة متغذية وفيها مية، يعني مثل ما بيقولوا، أكيد رح تكون رطبة. كمية الهيرونيك أسد فيها، الكولاجين موجودة فيها، الإلاستين موجودة فيها. بس ليكي شو ما كان فيها، الديرمابين أنا بنصح فيه لكل أنواع البشرات، وبس ما عدا اللي فيها حبوب. وحتى لو البشرة صافية بنصح فيها، لأنه بيحفز الكولاجين، يعني بيزيد يعني الكولاجين. أي في صبايا ممكن يقولوا لك إنه أنا ما حسيت بالفرق، بس هي بشرتها صافية، بس أنت بتحسي لقدام. أي ما بيحفز الكولاجين. الواحد بشعر بالنتيجة بعد 15 يوم بس يخف في وزمة التقشير. وزمة ما في كتير، يعني ممكن بعد التغسيل ب3 ساعات بتروح الوزمة. يعني بعد 10 أيام بتبلش تحس إذا عندها تصبغات، عندها مسامات، عند بقع، عند تشققات. بعد 10 أيام بتبلش تحس بالإفادة، ببين يعني. طيب اليوم مرفت، مثل ما في توصيات بكل خلينا نقول الحالات المرضية، الطبيب يقول إنه الشخص اللي بيعاني من هاي القصة ممنوع منعًا باتًا إنه يأخذ الشيء الفلاني. اليوم هذا الجهاز ذكرتي إنه حب الشباب واللي عنده بثور كتير واضحة ممكن تكون ما تجيب فائدة، ونحن ما منقرب على هذا. هل اليوم في أشخاص ممكن يكون عندهم أمراض أو حالات مرضية مثل البهاق، مثل أي شيء تاني، كمان ممنوع يشتغلوا بهذا الجهاز؟ هلأ لك البهاق النماش الكلف بيفتح منه، يعني بيغير، ما بينهي، ما بيخرب، هو ما بينهي، لكن ما بينهي، بده يروح على طبيب البهاق، بده طبيب حصرا. ويجي يقول لك انه انا بستفيد على الدرمابين، لا هذا حكي والله. امراض الى علاقه امراض؟ لا لا، أمراض ما بيعمل شيء هو، لانه على الطبقه السطحيه من الجلد. يعني حتى السنون الابر النيدلز هي كثير ناعمه، يعني ما بتفوت كثير بالبشره، خروج سطحيه. تمام. خلينا نركز على أهمية الاستشارة الطبية قبل أي إجراء تجميلي. طبعاً. مهما كان الإجراء اليوم بسيط وطبيعي، مهما ممكن كريم عادي أني أحطه على بشرتي، لا لازم أسأل اليوم صيدلاني أخصائي استشاري. طبعاً. مشان نعرف اليوم ما في سلبيات لهذا النوع على بشرتي. ضروري ضروري اليوم
يعني اي حدا بده يجي يشتغل او يجي يشوف بشرته شو هي، يشوف طبيب، يشوف خبير بشره، انه انا شو الروتين اللي بدي استعمله، مو اي روتين بدي اشتغل فيه اليوم. ما قلت رفيقتي وفلانه، لا ما قالت لي رفيقتي لكي هي وصلت لي الفيتامين سي، هي قالت لي الهيرونيك اسيد، لا انا حكيت الهيرونيك اسيد مني. بس ما توصل فينا للمرحله نشتري القلم والمواد ونجرب. لا لا هيك كثير، لا لا هيك كثير يعني. هلا في ناس والله عملوها بس لا خربوا بشرتهم. لا برفت هيك سريعا، اليوم ايمت لازم الصبية تلجأ لهي التقنية؟ هل اليوم في عمر محدد؟ هل اليوم قبل سنة 18 ممنوع او لا؟ ايمت ما كان في مشكلة بالبشرة انا قادرة اتوجه لعند المركز المختص؟ هلا ممكن سن 18 هرموناتها استقرت الصبية، حتى مو بس الصبية يعني حتى الشباب، احنا دائما نحكي على الصبية، هرموناتها الشباب قبلنا صاروا صار يشتغلوا قبلنا، عم يجوا والله قبل البنات، فهي هرمونات استقرت، صار عندها مشاكل بالبشره، تصبغ، شفتي اليوم كله البنات عم تحط فاونديشن وعم تطلع يعني مو مثل، فكله عم يشتغل ببشرته فعندها مشاكل بالبشره، فمن عمر 18 انا بنصح فيها. وبنصح مثل ما قلت لكم حتى ولو البشره صافيه تشتغل على الدير مبين كل سنه جلسه مثلا، اذا بشره صافيه كل سنه مره يعني مثل روتين عنايه. اذا بشره صافيه حركه استباقيه شيء عكسي فيما بعد. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير ميرفت موسى، كنتي معنا خبيرة بالعناية بالبشرة والجلد، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها، بتمنى أكيد الكل يحافظ على صحة بشرته. أهلا وسهلا، أهلا فيك حبيبتي، شكرا لك ميرفت وعلى حضورك، شوية هيك إجراءات نحن قادرين نحافظ على هي الجمالية اللي رب العالمين وهبنا إياها، ودائما نروح للاستشارة الاختصاصيين بأي شيء بحياتنا. شكرا وموفقين بشغلكم الأيام القادمة. الله يخليكي، شكرا لك، أهلنا.